يا سق الله أحلى أيام الشباب في بيوت من عشش أو صندقة، يوم كنا في زمن ما فيه باب لجل ندخل لازم لنا نطرقه، والتلاقي بيننا والاقتراب لو ظروف الوقت جارت نسرقه، والرجال اللي تحدت للصعاب في رقاب لو نصوها تعتقه، المودة بينهم والأنس ضاب، والمحبة والصداقة مطلقة، الأخوة بينهم والاحتساب، والمثورة بالوفاء متلاصقة، والتحدي في المعارض والهضاب، من تأخر ينسى إنه يلحقه، والجنابي في الأيادي والنصاب، والرجولة من جدود مسبقة، يشهد الله بعدهم عني عذاب واشتياقي للوجيه المشرقة، أسأل الله لا يطول بالغياب ذكرى أجدادي روحي معلقة، ذكرى أجدادي روحي معلقة. هذه الكلمات للشاعر الكبير محمد الحمزي أبو مازن، إلقاء أخوكم ياسر جعفري.